تعال نشوف شكل اللوب اللي هو الـ RF والـ IF من واجهة اليونت اوفر فيو. تحت كل كارتة MMU في أيقونة للراوة، فأنا بضغط على الراوة اللي أنا عايز أعمل لها تيست، هلاقي في الواجهة دي حاجة اسمها لوب، هدوس عليها نفس الشكل اللي في الـ RTN. أقدر أعمل لوب من عند الكارتة نفسها بتاعت الراديو اللي هي الام ام يو نفسها زي الار تي ان بالظبط، واقدر اعمل لوب من عند الراوة. طبعا قلنا الهدف اختبار الباس. بعد ما تخلص الاكشن بتاعك اتفقنا ان الاكشن ده بيعمل انتربت للسيرفيس، الترافيك بيقع، لازم بعد ما تخلص تفك اللوب اللي انت عملته. اتفقنا ان الهدف هو انك بتعمل تيست للباص. طبعا انت بمجرد ما تضغط كده انت كده دخلت الراوة او النقطة اللي انت عايزها في اللوب، وبعد كده بتخرج وتعمل سيف. ده مقال يا باشمهندسين انا كاتبه على موقع هواوي انتربرايز سبورت كوميونيتي. الموقع ده انا بكتب مقالات عليه، ومعظم الفيديوهات اللي هتفضل معانا في اللي هتتبقى معانا في الكورس هيكون لها مقال هنا لو حابب تدخل وتشوف المقال. فأنا هنا عامل مقال بعنوان لوب باك ترابل شوتينج، استعرضه معاكم. هو نفس اللي قلناه في الفيديو. طبعا انا هنا بتكلم عن انواع اللوب، قلنا ان انواعها في هاردوير لوب وفي سوفتوير لوب، وبشرح يعني ايه هاردوير لوب، انك بتستخدم سلك نحاسي عشان تعمل لوب على حاجة معينة بهدف انك تعمل اختبار للباص ده. واديتك مثال انك لو عندك بوردة زي الـ AMU بتاعت الالارمات اللي في الموقع، وانت عايز تختبر مثلا الارم انت فتحته وليكن على بورت 15، ده الارم اسمه اي سي فيلير. انت لو عملت لوب بالطريقه اللي واضحه قدامكم في الصوره انت كده الالارم المفروض يكلير. لو شلت اللوب يبقى كده الالارم هيرجع معاك كنوع من الاختبار، وبحاول ابسط لك موضوع اللوب في البدايه. بعد كده دي اشكال اللوب تقدر تعمله على الاي 1 او التي 1 او اي حاجه خاصه بالستاندرد بتاع البي دي اتش. قلنا في كمان تقدر تعمل لوب على الاوبتيكال، الحاجات الفايبر تقدر تختبرها برضو، وتقدر تعمل لوب على الايثرنت هاردوير لوب. بعد كده اتكلمت في المقال عن السوفت وير لوب، يعني ايه سوفت وير لوب. طبعا هي فيتشر بتكون السوفت وير بتاع النود بتسبورتها عشان تسهل لك عملية الترابل شوتينج. وديت مثال مثلا انت تقدر تعمل باك لوب على الايثرنت بتاع البي تي اس، وجايب لك خطواته هنا. طبعا وده الاي 1 ازاي تعمل لوب، عدينا عليها بالفيديو. والار اف والاي اف لوب، طبعا هو الموقع مخصص لهواوي فمش هتلاقي عليه حاجة غير الاكويبمنت اللي خاصة بهواوي. كده ان شاء الله فكرة اللوب وصلت. بتمنى الفيديو يكون مفيد. ان شاء الله الفيديوهات الجاية هتكون مهمة جدا، لان هنتكلم عن الارمات وترابل شوتينج. انتظروني في الفيديو القادم. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.